هانتوما البنات، انا يلا عاد رجعت للدار، هذا البيض البلدي. وهذا كانت تواصلت معايا واحد المتتبعه وكانت قالت لي اصبروا ندير هادي، كانت قالت لي كولي زنبو. المهم زنبو هو واحد يمكن الطحين ديال الشعير ولا الله اعلم، مصوب مع هكا بحال شكل ديال الزميطه، كلشي مطحون، مصوب مع العشوب كيصوبوه على اليد. المهم ثم ناخذ انا معلقه كيديروا له بحال هكا. المهم انا الصراحه الصراحة ما عمرني ما صوبته، ما كنعرفوش. ما درت لا ملح لا حتى حاجه. المهم هذا يا لالا كنت درت في الانستغرام، قلت شكون اللي زعما كتعرف فين نقدر انني نشري، حيت كيقول لك من الاحسن انك تشري على اليد وداك الشيء. المهم قالوا لي بنات منين ناخذوا، ولكن اغلبيه الناس كياخذوا هكا من عند شي مرا كتصوبوا في العروبيه وداك الشيء، كتكون مصوبه على حقو طريقو. راكم عارفين الناس ديال العروبيه تبارك الله ما شاء الله عليهم، عندهم مع هذا الشيء وكيصوبوه زوين. المهم في التالي جابتوا لي شكون؟ جابتوا لي فاطمه جيرون ديالي، هي اللي جابتوا لي مسكينه. قالت لي كتقلبي في الانستغرام على زنبو؟ قالت لي انا نجيبو لك. صافي جابتو مسكينه هو والبيض البلدي، وجابت مطيشه يلا مقطعينها من البحيره ديالهم. المهم هذا مصوب باش مصوبينو بالطحين ديال الشعير، مصوبينو بالحمص مطحون، مصوبينو من الحمص مطحون فليو النافع. المهم فيه واحد العشوب فنين. انا هادشي غير اللي قالت لي هي، اما تبارك الله ما شاء الله فيه بزاف الحاجات وصوبات ما على يديها. قالت لي انا غادي نذوقك باش تشوفي، قالت لي ديريه مع البيض ولا ديريه طايب مع الماء والزيت البلديه. المهم انا صراحه بغيت نديرو هكا مع البيض غادي نفطر به. والمهم عمرني ما ذقتو، اول مره غادي نذوقو، ما عرفتش الصراحه المذاق ديالو كي داير، رغم انه هو ديجا راه بعدا مسوس، حيت قالت لي راه مسوس خاصك ديري له ملحه. المهم هادشي كله هما زنبو التقاليد ديال هنايا، كيديروه النفسات وداك الشيء باش حتى هو كيكون عند كيدير الحليب وداك الشيء. ما فيش ما عطي حتى شي مذاق. المهم اذا نقدر ناكلو. اهلا وسهلا، السلام عليكم غزالات ديالي. غادي نقدم النشره الجويه. شخباركم؟ كيف بقيتوا؟ ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال، بخير وعلى خير، مع فيديو جديد ان شاء الله. صراحه هذا الفيديو صراحه اش نقول لكم، في يد الله شنو ما درت غنتقاسم معاكم والله العظيم، حيت الا ما درتش هكا ما غاديش نصور لكم متاكده. سورتو هذا النهار يا البنات دازت عليا واحد الليله كحله بيضاء، ماشي كحله بيضاء وحق الله العظيم ما نعستش ما نعست ما شفته والو يا اختي. شنقول لكم الوجين ما عرف واش كان عندها نورمالمون شي حريق في كرشها، ما عرفتش. المهم شي حاجه لان كتفرك الفيديو برجليها وداك الشيء، والو ما نعساتليش حتى شي ربعة وثلث ديال الصبح عاد نعسات. ايوا ما نكذبش عليكم ما شكيت عليكم، دابا صباح الراس ديالي غيطرطق، نعم تعاود ثاني بكري شي 8 ونص تقريبا. صافي كنحس دابا بالراس ديالي، دارني ديال بصح وبغيت نرتاح. ايوا المهم دابا حاجه اللي بغيت نقولها لكم، الحاجه اللي بغيت نقولها لكم وهي ماما مسكينه مشات،
مشات هاد الصباح ياكم، مشات يا لالا في الطران، مشى وصلها انس. انا داك الساعات مشيت وجدت لوجين ومشيت يا لالا ديتها للمستوصف كيف ما شفتوا معايا الطبيب باش ندير لها الفاكسان بي سي جي. ونورمالمون تقولوا لي مازال ما درتش 15 يوم، يعني معروف الفاكسان كيتضرب ب 15 يوم، جوج سيمانات عاد كدير لهم الفاكسان، ولكن شهر 7 كله غادي يكون اضراب، ما غيكونش كاع كيخدم بصفه نهائيه الطبيب، انا غادي يدير لها الشوك. داكشي علاش اضطريت انني نديرها لها دابا في شو سميتو، شحال في عمرها هذا؟ اثنين، تولدت 2 و2 جمعة، يعني 3 4 5 جمعة، 12 يوم. ايوا راكم عارفين. صافي مشيت درت لها مسكينه الشوكه، درت لها وحده في درعها، في درعها هنايا، وحده في خيطها، وعطاوها جوج ديال الفيتامين، فيتامين د وشي فيتامين اخر، شي شوكه واحده اخرى. ايوا وصافي ويلا يلا دابا خرجت من هذا من الطبيب، وكنت عواله نورمالمون هذا نمشي نرتاح شويه، زعما نعس واحد شويه، لان كنحس بلا فاتيك بزاف، وحاسه براسي غيبدا يضرني، ما كيضرنيش ولكن حاسه بلي غيبدا يضرني كيف البيضه. وقلت عرفتي شنو غادي ندير، غادي نمشي بعدا ندوز للسونتر هو الاولاني مرسي اموري فيه، وعاد ان شاء الله نرجع لهذا الدار. ايوا هادشي ما كاين. المهم ماما مسكينه مشات، ما كتبش عليكم، خلات عليا الدار خاويه، ومشات ماشي مشات زعما حبا على انها تمشي وتخليني، راني زعما باقا نفيسه وداكشي، الله دابا 12 يوم باش ولدت، وانما مشات حيت مجبره على اساس انها تمشي، عندهم شي خدمات وداكشي، مجبره راكم عارفين الصيف، مجبره على اساس انها تمشي، ومشات والله الا مشات وهي تتبكى. ايوا ما عندنا ما نديرو، تمشي ان شاء الله تدوز الخدمه ديالها وداكشي، بابا عاوتاني قد الامور وهذا، وعاد داك الساعه تيحل الله عاود من بعد. هذا ما كان. ايوا قلت لكم لا لا، دابا الا ما درتلهاش الفاكسان، لو كنت ما درتلهاش الفاكسان اليوم ما يمكنليش ندير لها الفاكسان، الا بقيت حتى نهار 2 غنمشي غنلقاهم دايرين اضراب وما كاينش الفاكسان، فهمتوا؟ وشهر 7 كله غادي يمشي هكاك حتى شهر 8، وشوف شهر 8 شنو غادي يديروا فيه. دابا ديجا يعني الشوكه الثانيه عندها ديال 2 موا غتكون في شهر 8. في الاول ديال شهر 8 لا، في التالي ديال شهر 8 تقريبا غتكون عندها. ايوا المهم، وحتى انا عطاوني واحد الفيتامين، فيتامين دي، واحد الشويكه هكا صغيره فيتامين دي، دايره بحال الزيت، هي جايه هكاك تقيقله. صافي درتها في حلقي وقالت لي جبديها مزيان مزيان مزيان، وخا صراحه الزيت كنت من فتره ما والو الصباح ما نقولكمش. ايوا صافي بزيتها مزيان، وقالت لي غادي تولي تجي من دابا شهر، يعني بلا بنتك غتنتينا غتولي تجي من دابا شهر باش عاوتاني ديري كونترول وتهداك. وسولتني البنات، نعطيكم هذه المعلومه، هذه سولتني على واحد الخمسه ديال الشوكات، خمسه ديال الشوكات كنديروهم حنايا العيالات من بعد من 15 عام، كديري خمسه ديال الشوكات، كل شوكه وقتاش كديريها، ملي كتجي تفرقيهم كيعطيوك تقريبا يمكن على شي 4 سنين ولا ما نعرف، ما بقيتش عاقله بالضبط. المهم سولتني عليهم، قالت لي واش درتي داك خمسه ديال الشوكات، قلت لها اه راني دايراهم، وبصح انا كنت درتهم فاش كنت كنسكن في بلينصر، كنت ساليتهم كاملين داك خمسه ديال الشوكات. قالت لي واش فتي 10 سنين؟ قالت لي 10 سنين وانا بديت نموت بالضحك، اه ودي ولينا كنهضروا بال 10 سنين باش عرفوا احنا غاديين في الشرف. قلت لها قاتلي واش فاتوا 10 سنين؟ قلت لها بقيت كنديرها هكا، جاتني بزاف داك 10 سنين، وانا كنديرها عندي 34 عام، زعما 24 عام كون درتها، قلت لها تكون فاتت 24 عام، انا كنظن كون درتها، لان درتهم يمكن قبل ما نولد مروه.
ايوا هي هذه، قلت لها تكون فاتت يمكن 10 سنين، وانا اصلا عندي الدفتر الصحي ديالي فيه كل شيء. قلت لها تكون فاتت، قالت لي المهم الا فاتت خصك تعاوديهم. دابا غادي تجي غادي تبداي عاوتاني معانا كونترول هنايا، هي باش قالت لي هذه القضيه هذه، غادي تبداي معانا كونترول هنايا. قالت لي واش زعما عندك الدفتر الصحي؟ قلت لها عندي فيه كل شيء. قالت لي صافي غادي تجيبيه وغادي تبداي معانا وغادي تبداي تعاوديهم عاوتاني ازيرو، ولا عندك شي كونترول؟ المهم شي، قالت لي غادي ضروري كونترول. ايوا صافي هذا ما كانو دارت معايا من دابا شهر، خصني نرجع عندها باش ناخذ عاوتاني داك الفيتامين وعاوتاني يشوفوا شنو غيديروا معايا من مور ما يراجعوا داك الدفتر الصحي وداك الشيء، نشوف الا كنت غنعاود الشوكات. قالوا لي انا نفيدكم بهاد المعلومه، سينو راه ما المهم غنقول لكم، ولكن 100% غيتعاودوا، لان قالت لي واش شفتي 10 سنين؟ الا شفتي 10 سنين كيتعاودوا، فهمتوا يعني هادي راه في دماغي. المهم انا شنو ما ان شاء الله من بعد، حنا اصلا نش هنايا مع بعضياتنا الا باش واحد كيستافد من واحد، يعني واحد كتعم داك المعلومه وصافي كتفيد. ايوا المهم هادشي ما كاين، انا وصلت دابا للخدمه، ندخل نشوف شنو كاين نفيريفي. المهم راكم عارفين الخدمه ديالنا وداكشي، ومن بعد ان شاء الله باذن الله عاد نمشي للدار. اليوم كانوا بزاف ديال لي رونديفو، بداو تقريبا البنات مع 8:30 ديال الصباح، كنحاول ما امكن ان لي رونديفو كاملين نشدهم لهم الصباح، سورتو لي بروتين. بحال دابا اليوم في الصباح جاو 9 ديال الصباح، جاو 4 ديال البروتينات، وعروسه نورمالمون جايه على اساس دايره معايا بروغرام على اساس ديال البروتين. صدقات جايه دايره بروتين، دايره لو جيل، ودايره لا سيغ كومبليت، وعاد غادي عاد دير العرس، عاد غادي تمشي وتجي، يعني مازال عاد دير العرس. ما عرفوا فوقاش كانت، قالت لي نسيت. المهم شهر 7 عاد تمشي وترجع من تحيه الناس ديال الدريوش، جوج كليانات انا نعطي تحيه واحده اخرى، عاد دير الحمام ديال العروسه داك خلاص الليله ديال العرس ديالها، وشو سميتو، وتحيه للناس ديال الدريوش بزاف بزاف بزاف. البارحه وزين مسكينه واحده عيطات لي، قالت لي انا متتبعه ديالك من الدريوش، يعني خطاكم البنات شوفوا فين ما كنتوا، والله الله يسهل عليكم، والله يعطيكم كل ما في خاطركم. هذا ما كان، راه شوفوا حب الناس وحق الله ما كيتباع ما كيتشرى ولا يقدر بثمن، قسما بالله. تحيه كبيره ليكم، دارت معايا خلاص اليوم في 6 ساعات تهبط من الدريوش باش دير بروتين. ايوا المهم والله العظيم مساكن في 8:30، يعني خصهم يجيو، يلاه يجيو في 8:30 باش يقادو ويرسيو السونتري، يعني المشيطات وداكشي ديالهم اللي كيتنقى اللي كيتغسل اللي كيهذا اللي الفويطات كيتشمشوا، هادي راكم عارفين. وشو سميتو صافي تقريبا ما كفاهمش الوقت، بحيث الفطور تداروا لهم ابليكاو لهم برودوي في لو طون دو بوز ديالهم، عاد جلسوا كيفطروا البنات. انا غادي ندخل لان دابا جلسه كنهضر معكم، جاو كليانات، نمشي ومن بعد نرجع معاكم. شوفوا تبارك الله ما شاء الله على سالف، خدامه بروتين. بالنسبه للبنات البروتين راه كومو مرحبا بكم، بلاك ديامون فقط 100 درهم. شوفي ديباتك، شوفوا ما شاء الله لو جيل. كنتي عوالة اختي على البروتين؟ كنتي عوالة على البروتين؟ لا سيغ كومبليت ولو جيل و بيديكور. اي راه تخلطي لي اذا تخلطي لي. شفتوا البنات دابا نحطهم لكم في الانستغرام تشوفوهم. لا نصيفطهم لك، نصيفطهم لك في الواتس. المهم تسالي تسالي لا، ولكن واخا تسالي لا لا راه قريبه تسالي لا، نكون باقا هنايا نوريكم ديك الساعه النتيجه النهائيه في الانستغرام، غتشوفوا معايا قبل وبعد. راني نسالي لها ان شاء الله ونصور لكم النتيجه النهائيه، غنكون ديجا باقا هنايا ان شاء الله باذن الله. وبالنسبه في الانستغرام ديجا غتكونوا شفتوا قبل وبعد ان شاء الله. شوفوا لي اختي، شوفوا لي البروتين، راه كتقد لها لا فرونش، حيت لا فرونش ملي كنديروا لها ملي كنديروا البروتين كتهبط على الجبهه.
حنايا ما كنبغيش داك القضيه تبقى هابطه على الجبهه، كننفخوها دائما بلابغوس ديال السيشوار، ولكن غير لافرونش. اما شوفوا شوفوا ما شاء الله النتيجه. ديري بيدك هكا شتو باش نشد انا من البعيد. الله خرجت لها نتيجة واعرة بصحتك. قالت لها أمي برافو عليك حيت قطعتيها، قالت لي الله يعطيك الصحة. عجبتك النتيجة؟ الله يعطيك الصحة ما شاء الله عجبتني. بصحتك، هادو متتبعات من ميدار، مرحبا بك. شكرا بزاف. شكرا. أنا مازال معاهم، مازال ما مشيتش. أنتم البنات هذا بروتين قابلة. شتو الشعير ديالها كيفاش داير؟ هادي دير ان شاء الله بلاك تيامو. ايوا يا لالا، وهاد الكليان حنا جمعنا لها شعرها. المهم غادي دير واحد ماش تيست، لان غادي تبغي دير بالياج من بعد كولوراسيون نشوفو، لان صبغاتو مؤخرا، ماشي مؤخرا، شحال قلتي؟ شي 4 شهور، شي 4 شهور كطلع لها ديجا الحموريه، وما عرفوش كحل ديجا ولا ما عرفتش. المهم تاكدوا بماش تيست ضروري، باش ماشي تا نجيو نخدموا حتى لي يخرجوا لنا اورانج مشكله داك الساعات. وإيناس خلاص عندها واحد البيديكور. انا كنقول غنمشي وكنجلس، علاش جلست على واحد المتتبعه جايه عندي من الدريوش؟ تحيه للناس ديال الدريوش. اليوم ما كاين غير الدريوش وميدار. لا انت لا اسبانيا انت. كاين الكرونه هذا ديري منو جوج مرات، حيت البلاصه ما كايناش الدنيا فين كتخدم. يا ربي فوق البايص ديال لاسيك. اي والله يعاونك. في ياكي؟ قول لهم انا درت بادي بادي، درت بادي بادي اول مرة. ياكي؟ ياك حبيباتي ياك؟ ماما 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 فكرت شوية لبيتوني هومو. عاوتاني؟ شديري؟ سديري كدي ها كدي فاش نمشيو لابيزين تعومو. عاد مشيتو عاد مشيتو عاد جيتو ما جبتيش عومة اليوم؟ لا انا جيت اوبا. درتي اوبا ونقصتي؟ قال لي باباك لاحك في لابيزين غارق وتحشيتي في الماء وطلعتي ودرتي له هكا. يا انا شكيت شكيت مدينة. بقيتي مدينة ديما؟ شتي حيت ما بقيتش دايها فيها طلع لها الدم. شتي؟ لا 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 ما تكسيهاش. البنات كنتو سولتوني على هادي، واحد المتتبعة سولتني على هادي وتا في الانستغرام سولوني عليها وقالوا لي راها جايه مفرقه،
هي ماشي جايه مفرقه، هي كتجي معاها هادي، هي كتجي سله عاديه. هانتوما هادي ماما كتبكي كتبكي هادي فيها ماما. ثلاثه ماما صافاني هاديش صافاني هاديش يلا ديلاش. وكتجي هاد البلاصه مطلوخه، هاد البلاصه بحال مقسمه على جوج على جوج. شفتو جايه مزيونه مزيونه، جمعنا فيها حوايجها كاملين. بالنسبه للبنات اللي تيقولوا لي اسمع ملي خديتها، خديتها من كبيده كبيده كبيده، خديتها من شيئين. كبيده حبيبه كبيده كبيده شحيمه كبيده كبيده. ايوا دابا انتي غتحشي تما. لا او انا ما تيش نيني، هي دير نيني لوزير لوزير. راه دير نيني لوزير. شو شو صافي طلع لها الدم، طلع لها الدم، صافي صافي طلع لها الدم. كانت ساكته وانت الا جيتي وهي طلع لها الدم لوجين، طلع لها الدم صافي صافي طلع لها الدم لوجين وبغات تغوت. غادي نمشيو نعطيوها تاكل ياكي. بغيتي يا بغيتي غادي تمشي تاكل. بغات لوجين بغات ترضع، لوجين بغات دير ميمي ياكي. مامي بغيتي ديري ميمي وي عييتي صافي عييتي وبغيتي ديري ميمي وديري ميمي. شوفو البنات انا على حالة تما ضربتها بواحد النعسة، لان البارح ما نعستش، ضربتها بواحد النعسة ويمكن نعش مزيان راكم عارفين مي كتكون يلا عاد ولا راه لا يمكن. صافي مامي صافي 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 كي وقفت لكم يا لالا، وقفت بها واحد شويه. البنات والله العظيم الا كيخرجوا معلمين اليد ماشي عاد تعلموهم. انا هادي حاولت ما نهزهاش كاع والو والو يا اختي والو والو. شتي سيري قولي على باباك، سيري سيري بقي عند باباك، سيري بقي عند باباك. عتقوني عنكبوت عتقوني بالحمام ماما لا سيري قولي على باباك ما عنديش كي ندير انا. ايوا المهم قلت لكم يا لالا نعست واحد شويه حتى انا هي ارتاحت وحتى انا نعست واحد شويه. ايوا صافي هي هذيك نط مسخسخه بحال باغا نعس. عرفتي شحال باغا نعس شي شهر عرفتي مرتاحيتش والله مرتاحيت البنات قسما بالله. واخا زعما راني غابرة عليكم وداكشي مكاينش الراحة. تخيلوا دابا تقريبا ثلاث شهور التانية كلها ديال الحمالة ما كنتش كنعس مزيان، حيت راكم عارفين مع الثقال ومع الحرقة ومع داكشي ما كنتش كنقدر كاع الناس. ومهم راكم عارفين، المهم اللي مجرب راه عارف شنو كنقصد. ايوا مع الولاده انا ديجا ما شبعش نعس، وجات الولاده وجات لالا لوجين والو كتقول لي اجي نوريك القصاره. دابا راه تسخسخات بالدوش وداكشي، راه باغا غير ترضع وتنعس. ها انتو اش كي كتكمش فيا شوف. صافي مامي صافي صافي انا عارفه كي باغا ترضعي وتنعس، ولكن ترضع ماشي حيت فيها الجوع، راكم عارفين صحاب الفزوله باغا غير ديرها في فمها. المهم غزالات ديالي ما تديوش على حالتي، حالتي حالة يا اختي قدامي اروجاتي. المهم حنايا كنقصرو ضروري كنقصرو، لان لوجين ما كتخليناش نعسو وكنبقاو فايقين معاها بالسيف علينا. خلاص اريج
كتقصر حتى هي. كتقولوا لي علاش كتقصر؟ نقول لكم حيت كيمشيو لا بيسين، دونك ما بقاتش شاده الوقت ديال النعاس ديالها مور من الغدا. ولات شنو كدير؟ كتنعس حتى كيجيو من لا بيسين، بعد شي مرات كيدوشو تما، بعد شي مرات كيجيو يدوشو هنايا في الدار، وعاد كياكلو، وعاد هذا عاد كيديها النعاس. ايوا ما كتفيق، كتفيق حتى 8 صافي، ديك الساعات خاصها تقصر. ايوا دائما راها مقصره معايا. ايوا يا لالا وخلاص لوجين شان نقول لكم لوجين كتبداها القصاره حتى لوحده الليل عاد كتبداها القصاره. بعد شي مرات كتنعس لي حتى لربعة ديال الصبح وهي غير كتغوص، خاصك تبقاي هزاها. وبعد شي مرات واخا تبقاي هزاها كتبقى كتغوص على حساب كيكون عندها شي كوليك في كرشها ولا شي حاجه، وعلى ما كيدوز هذاك الحريق ديال لي غاز وداكشي عاد كترتاح. داك النهار كنت درت لها شويه ديال النافع، هو اللي درتو لها باش تهدنات هكا واحد شويه. كنبقى ندير لها شويه ديال الماساج وشويه هكا كنبقى كنلعب لها برجيلاتها باش تخرج لي غاز وداكشي. تعطلت لها السريره، عطحت لها السره الحمد لله، ما كنتش كنبغي ندير لها الماساج والسره ديالها كانت باقه، خفت. دابا منين طاحت لها السريره ديالها وداكشي عاد عاد وليت كنقدر انني نلعب لها في الكريشه ديالها بكل اريحيه. وهادشي ما كاين غزالات ديالي، الله يسمح لنا من حق الوالدين. شوفوا كتجي واحد الفتره سبحان الله العظيم ديال الحماله وكدوز كتبقاي تقولي فوقاش نولاد ونرتاح وهادي وكنت قلت لكم في الفيديو اللي قبل ما نولد، قلت لكم دابا كنقول لكم باغا نولد باش نرتاح وهذا وهذا. ايوا دابا وكنت قلت لكم من بعد ما غادي نولد غنولي نعاود نقول لكم راني عييت والصهير وهذا. سبحان الله كل بيريود كنعيشوها باللحظات ديالها قسما بالله. هو دابا سبحان الله بحال ما عمرني ما كنت حامله، ما عمرني ما هذا، سبحان الله العظيم. هو دابا جا الوقيته عاوتاني ديال الفياق وديال الصهير وديال العيا والرضاعه والستريس والاكتئاب. الله يستر الله يستر لنا من شي اكتئاب بعد الولاده. ايوا هذا ما كاين الغزالات ديالي مهم، ولكن فيا مد النعاس والله العظيم الا فيا النعاس باغي النعاس. ودابا دابا دابا غادي يلاه غادي ندير هكا باش غادي نبغي النعاس وهي غادي دير لي واه واه، خصني نوض عاود معاها. ايه واش غادي غزالات ديالي كيف ما قلت لكم الله يسمح لنا من حق الوالدين والله يخليهم لنا ويطرح لنا فيهم البركه ويعطينا الصحيحه والرزيق باش نكونوا معاهم. هذا الشيء ما كاين. دابا هي قدامي راه ناعسه، هي الله عاد حطيناها دابا كنحطوها على ما كتنعس كنحطوها، حنا كنحطوها واحد 5 دقائق وهي كتنوض. عاود تبقى فايقه عاوتاني دير مسا ناعسه، حنا كنحطوها واحد 5 دقائق وهي عاود كتنوض. ايوا شادي. ايوا المهم غزالات ديالي هكا داز نهاري الصراحه، من هادي لهادي من هادي لهادي. حاولت اني نتقاسم معكم بعض مقتطفات من اليوم ديالي. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون خفيف ظريف على قلوبكم، ودعموني بلايكاتكم وكومونتيرات ديالكم. تنتلقاو ان شاء الله في فيديو قادم الى كتب الله. باي باي.